أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل من بلاد الهند على مذهب أهل السنة والجماعة، وإذا سافرت إلى بلدي لم أحضر الصلاة للجماعة في المسجد بسبب أن إمام المسجد يدعو من دون الله ويستغيث بالأموات، وأصلي مع أهلي وأولادي جماعة في البيت، فهل علي شيء في ذلك؟ هذا هو الواجب عليك، أنك ما تصلي وراء المشرك الذي يدعو غير الله، يعني صلاته باطلة. فإذا لم يمكن استبدال هذا الإمام بإمام من أهل التوحيد فتنعزلون عنه أنت ومن حولك من أهل التوحيد، وتكونون لكم مسجدا أو مصلى. وإذا لم يكن عندك أحد من أهل التوحيد من جيرانك فصل أنت وأهلك وأولادك، نعم، إلى أن يفرج الله ويسر الله جل وعلا بإمام من أهل التوحيد، نعم.